هذا واحد. وإحنا كشعب لا نرقى لأن نكون يوجد لدينا أحزاب. ليش قلت كلمة قوية لا نرقى النرقى. أنا أقول لك ليش. عفوا. كلمة يعني أنا واحد من المواطنين. أنا لما أقول لا نرقى أخوي أبو أحمد أنا واعي لهذه الكلمة جيدا. أولا لما نأتي إلى الأحزاب أو إشهار الأحزاب، اليوم أنت عندك في المواطنين النسيج الاجتماعي الكويتي تحكم العداء العرف والعواطف، بمعنى ابن القبيلة يعطي لابن قبيلة، وابن الطائفة يعطي لابن الطائفة، الحضري يعطي الحضري، هذا خاص. وكل قبيلة تعطي تعمل فرعيات، والأحزاب عفوا التيارات الإخوان يعطي الإخوان، والسلف يعطي السلف. هل هذا معناته ديمقراطية؟ نحن لم نصل إلى الرقي الديمقراطي. الرقي الديمقراطي عندما ينزل انتخابات أخوي وينزل شخص ما أعرفه ويكون أفضل من أخوي، أنا أرشح الشخص الثاني. أنا الحين أقول هل هذا موجود عندنا بالكويت؟